أجرت أمانة تبوك ممثلة في إدارة مختبر سلامة الغذاء 6000 زيارة ميدانية أسفرت عن إتلاف 479 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. لمزيد من التفاصيل معنا مباشرة من تبوك مراسلنا محمد الرحيل. محمد، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار، مساء الخير. ما طبيعة هذه المواد الغذائية التي تم إتلافها، وكيف تراقب فرق الأمانة اليوم المنشآت الخاصة بالمواد الغذائية؟ نعم، تحية طيبة زميلي حسن. اليوم نتواجد في إدارة مختبر سلامة الغذاء والذي قام بأكثر من 500 جولة أو زيارة رقابية للمنشآت الغذائية، أسفر عن ذلك إجراء أكثر من 6000 اختبار للأغذية، وذلك لتحسين ورفع مستوى الغذاء من خلال المختبر الرئيسي الذي نتواجد به الآن، وأيضا المختبر المتنقل لمتابعة مدى التزام المنشآت الغذائية بنوعية وجودة الغذاء المقدم للمستهلك. نتحدث بشكل موسع ومع ضيفي الأستاذ يحيى الجراح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك. رحب فيك أستاذ يحيى عبر الإخبارية. نود أن تحدثنا بداية عن الجولات الرقابية وأيضا ما هي المعايير المتخذة في سلامة الغذاء. شكرا لاستضافتكم. أمانة منطقة تبوك وانطلاقا من حرصها ودورها الفعال في الحفاظ على سلامة الغذاء وجودته، تقوم بتكثيف الجولات الرقابية والزيارات الميدانية من خلال مختبر سلامة الغذاء التابع لها. مختبر سلامة الغذاء اليوم ينقسم إلى قسمين، المختبر المتنقل والذي يعمل على مدار اليوم صباحا ومساء في جولات ميدانية على منشآت بيع الغذاء الطازج والمصنع كذلك، وسحب عينات للاستفادة أو للنظر عن مدى طازجية اللحوم والأسماك وكذلك جودة الزيوت، زيوت القلي، والتأكد من عدم تعرضها لدرجات حرارة عالية. المختبر المتنقل اليوم تتميز اختباراته أولا بسرعتها، ثانيا فوريتها التي تساهم في دعم اتخاذ القرار من حيث مصادرة الكميات التالفة أو اتخاذ أي إجراءات احترازية أخرى. القسم الآخر من المختبر هو المختبر الرئيسي والذي يقوم بعمل فحوصات مخبرية دقيقة للكشف عن أي مبيدات ومضادات حيوية أو هرمونية أو تلوثات ميكروبية على الخضروات والفواكه والمياه. نعود إلى حيث وقفت عن ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال ضبط بعض المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. مباشرة بعد ضبط أي مواد غذائية غير صالحة يتم مصادرة كامل الكمية، وفي حال توجب الإغلاق يتم إغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي من المعتاد اتخاذها في مثل هذه الحالات. غالبا الحمد لله اليوم المختبر الرئيسي ومنذ انطلاق بداية العام الميلادي الحالي 2024 قام بأكثر من 2400 زيارة ميدانية تم خلالها ضبط أكثر من 2300 كيلو جرام من المواد التالفة وتم مصادرتها وإتلافها. كذلك تم مصادرة 275 لتر من الزيوت القلي الغير صالحة والتي تعرضت لدرجات حرارة عالية جدا، إضافة إلى مصادرة ما يزيد على 150 لتر من المشروبات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. ما هو الإجراء الذي تم اتخاذه بحق هذه المنشآت الغذائية الغير ملتزمة بسلامة الغذاء؟ الإجراءات التي تتخذ وفقا للائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية، تصل إلى غرامات بحدها الأعلى وقد تصل إلى الإغلاق وتحويل المتسببين في أي أحداث متكررة أو متعمدة إلى الجهات المختصة. ما مدى دور التوعية وتوجيه الإرشاد لهذه المنشآت الغذائية ومدى إسهامها أو استمرارها في الانضباط أو الالتزام في تقديم أغذية بشكل سليم وصحيح؟ دور المختبر لا يقتصر على دور سحب العينات فقط،
دور المختبر، سحب العينات، إضافة إلى الدور التثقيفي الذي من خلاله يقوم به منسوبي أو المختصين في المختبر أثناء الجولات الميدانية. كذلك اليوم الأمانة لديها مركز بالتعاون مع أحد المراكز التدريبية المتخصصة، لا يتم إصدار أي شهادة صحية إلا بعد إقامة دورة لها متطلبات معينة واختبارات كذلك. بعد تجاوز هذه المتطلبات وهذه الاختبارات يتم منح العامل شهادة صحية تؤهله لممارسة العمل في مجال الصحة العامة والتعامل مع الأغذية التعامل الأمثل والأسلم. نعم الأستاذ يحيى الجراح متحدث الرسمي لأمانة تبوك، شاكرين تواجدك معنا. شكرا لك. نعم يحيى، كان هذا حديث ضيفي حول دور أمانة منطقة تبوك من خلال مختبر سلامة الأغذية في جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، ويبقى دور المواطن والمقيم في المساهمة في الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال تواجدهم في المنشآت الغذائية عبر تطبيق بلدي أو الاتصال بشكل مباشر عبر رقم البلاغات 940. محمد الرحيل مراسلنا من تبوك، شكرا جزيلا لك ولضيفك.